يوفنتوس نونت، يوفنتوس الايطالي نونت الفرنسي، الدور الاوروبي، الدور الخروج المغلوب يعني وش عندنا، وين كانت نقولوا باللي يوفنتوس وين ديوشان الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 13، عندنا وين بالاس الذي سجل الهدف التعادل في الدقيقه 60، يعني وين نقولوا باللي نونت اليوم وين شاهدنا وين كانت المباراه، وين يوفنتوس اللي دخل بخطه 4-4-2، نونت اللي دخل بخطه يعني كانت نقولوا خطه 3-4-3، يعني وين كانت الخطه يعني كل مدرب وكان يعني بال دخل بالخطه التكتيكيه تاعو، شاهدنا دانيلو شاهدنا يعني وين بريمار الاكس انا ماتياش انا ليناردو ادريان نيكولاو دوشان يعني فيدريكو انخي دي ماريا شنا دخول ماتيس فيليب مانويل خون يعني ومسكين لكن بدون جدوى وشنا المدل يعني البان لوفان الحارس تاع نونت الفرنسي اللي لعب دور كبير خاصه في الشوط الاول شنا جان شارل يعني نيكولاس فابيان أندريا سامويلز يعني سيسوكو بيدرو ماركوس بلاس يعني المسجل هدف مصطفى محمد شنا سيباستيان اللي دخل في الشوط الثاني شار تراوري موسيس ويعني وين نقولوا باللي الموليد اللي دخلوا في الشوط الثاني وين مباراة يعني مباراة كانت سيئة مباراة اللي تلعبت على الجزيئات يعني تشوف مباراة تلعبت على الجزيئات صغار اللي نقولوا باللي وين بين يوفنتوس ونونت يعني نقولوا نونت دوزيام ميتو كان الأقرب لتسجيل أهداف أكثر من أهداف لكن النقص يعني لافينيسيون يعني بالكلمة العامية نقولوا احنا ما كانش عندهم. هذه هي الدور المغلوب يوفنتوس الإيطالي نونت الفرنسي الدور الأوروبي أوروبا ليج. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.